هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي أخاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرته مملكة البحرين بعد زيارة رسمية قام بها إلى المملكة. أجرى سموه خلالها مباحثات مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تناولت العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة. كما كان في الوداع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.